أربعة وليد بصالح بيضرب رقم أربعة. الله يا وليد، تعال وين رايح؟ لا 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 لا، اصبر اصبر، انت خليك هنا، اقرا ايش مكتوب وبينفذ الطلب. بسم الله. الله، والله اصبر 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 اصبر، هدوء هدوء هدوء، لان الطلب حلو. مسابقة طويل النفس. حلو. غطس وجهك في حوض السمك لمدة 45 ثانية مع احضار سمكة من الحوض. الله، اولها كده اخرتها ايه؟ حوض السمك، حوض السمك، حوض السمك يا الربع. فكرة اللعبة يا كابتن أبو علي، أنا عندي حساسية من السمك صراحة. ما في مشكلة، اليوم حتحب السمك. لا، موية السمك. اسمعني، والسمك إذا مس جلدي أيوة فإنني أتقعرش أتعقرش. ما لي دخل فيك. الموية. طيب طريقتها بس، نبغى طاولة 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 بسرعة. طيب طريقتها بس، أقول لك يا أبو علي كيف طريقتها. الحين أنا نفسي مو طويل، ما في مشكلة، فممكن أطلع لك سمكة. لا، كيف؟ أول شيء تدخل راسك لمدة 45 ثانية ثم نطلع السمكة. ما أقدر. خلاص بسهلها لك 30 ثانية. تقدر 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 يا شباب. حلو حلو حلو، أقدر يا شباب، طلعها، أقدر يا شباب. يلا غزي ساعد مع بعض هنا، أنا يدي كلها فداء. مين اللي يقول؟ الله يعينك. يقدر يقدر. نخليها كم ثانية؟ شوف، نخليها 30 ثانية. يا إبراهيم يقود. سبحان الله، أنا أحس إن عندي زي الخفقان كذا. هذا ارتجاع غريب. يعني لما أدخل راسي في حوض سمك أحس بخفقان. طيب لما رجعت أحس كل شيء، يعني أحس إني سويت ريسيرش من جديد. أبو علي من هنا. كيف يعني؟ أبو علي شوف، ما في مشكلة. شوف أبو علي، ها هلا. لا لا، يدخل راسه 40 ثانية، أنا نزلت خمسة. لحظة، 40 ثانية يدخل راسك لحظة. وبعد 40 ثانية يطلع معك سمكة توريني إياها ثم بيدي. أيوه أيوه بيدي. أيوه، وتصدقون فاهم إني أطلع سمكة كذا؟ لا 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 لا، والله العظيم. شوف شوف، لو ما سمح لي كان طواح سمكة قاعد. شوف أبو علي قوي، عشان بس يفهمون المسابقة. اصبر. طيب عشان تفهمون المسابقة يا الربع، يدخل راسه لمدة 40 ثانية. طب لحظة، بعد 40 ثانية يطلع سمكة بيده وهو راسه كان جوا يطلع معاه راسه. إذا ما قعدت إلى 40 ثانية بتخسر نقطة. طلع ثلاث سمكات أنت، حطلع ثلاث سمكات. ليه؟ هي كده اللعبة، إيش أسوي؟ قال لي سمكة واحدة. ثلاثة سمكات، ثلاثة سمكات. ثلاثة ثلاثة. بس متى تطلع الثلاثة؟ بعد 40 ثانية. في سمكة تسوي. بسم الله وعلى بركة الله، أول تحدي. بالجنب هاني، وانتم شايفين التحديات. انا المسابقه ما هي لك، راسك ما راح اخش. شوف اسمع اسمع، هو يمكن راس الجديع يدخل في اول سمكه، حنصفق له يكبر راسه مش حيطلع. كذا صعب، بالجنب كذا صعب يعني. بالجنب انت، بالجنب. ايوه بالجنب، والله ملك يا هاني. ايوه حلو، دخل على الجنب اذا نشب راسك من الظروف. ما شاء الله، بسم الله. بدا التحدي الاول. شباب عايزين ميه كمان. لا انت دخل راسك اول شيء. لا لا ايوه، بسم الله. بس كذا، بس واحد اثنين. يلا نظارة سباحة في زود مويه يا شيخ، زود مويه. جاهزين لكم؟ زود مويه. نظارة سباحة الحين بيجيبوا لك رقم رشيد. كل شيء بيجيب دفر عشان تدخل راسك. هو المفروض ما يطلعش. بسم الله، اقدر اقدر. شباب تقدر. حافظ، اصبر اصبر. القرآن الكريم. الله. ابو علي ابو علي، اول سمكة هي كده ولا نزود لك؟ زود مويه؟ لا لا خلاص، لا مش هتدخل يا رياض. رياض رياض انت من جد ايش دخلك؟ ايش دخلك كذا؟ والله من جد انت ايش طلعك كذا اصلا؟ انا مع الراجل. طيب تفضل تفضل تفضل، احسنت يا وليد. بسم الله، وابو علي سوف يبدا الان. اصبر السلك هذا بس عشان يدخل معنا. ثواني عند مين؟ المويه. ايوه ثواني عند مين؟ انا معي الثواني. اطعمه. طيب معاك معاك الوقت. يلا بسم الله، الاسعاف قريب. اول سمكاية وليد، دخل راسك 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 راسك. والله يا شباب السمكة خايفة. عينك يا شباب. عيد يلا عيد. يلا يلا سمكة واحدة يلا. طلعني. يا ملك الله. الله تحية قوية، تحية قوية. هذه النقطة الأولى، هذه النقطة الأولى. المايك بس راح فيها الله يعين. لا لا، هذه النقطة الأولى محسوبة لأن حسبتها معلولة. الثانية خلاص. بقول لك سمكة. ايش سمكة؟ سمكتين باقي صح؟
سمكتين. إذا طلعت سمكتين لا أفوز. كل سمكة لحالها. فين 40 ثانية؟ محسوبة محسوبة 40 ثانية معي. يلا 40 ثانية 40 ثانية وفوق 40 ثانية أول شيء 40 ثانية أبو علي تطلع راسك 40 ثانية طلع راسك 40 ثانية أبو علي 40 ثانية أبو علي اصبر اصبر 40 سمكة عشان ما تموت. يا شباب طلعت السمكة الأورنجي. أبو علي 40 ثانية أبو علي 40 ثانية أبو علي والله يا شباب مو محسوب مو محسوب كذا السمكة الشفافة النقطة هذه غير محسوبة ترى يا أبو علي 40 ثانية 40 ثانية 40 ثانية يلا يلا واتصال جاهز يلا 40 ثانية بعدين نسحب السمكة واضحة المسابقة 40 ثانية وبعدين نسحب السمكة وأبو علي يسبح مع الماء ستوب ستوب محسوبة ولا لا يا أحمد؟ لا 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 الجمهور مش محسوبة محسوبة محسوبة؟ لا أنا أقول ها لحظة يا شباب أنا ها أنتوا الجمهور في لجنة التحكيم أنت مين عشان طيب أنا هاني إبراهيم معلش يا جماعة تعال حوض السمك حوض الشمك الشمك الشيلو شمك وين 40 ثانية وأنا أقول أول نقطة لصالح أبو علي تحية قوية لأبو علي لأن بصراحة التحدي هذه وشو هذه زعارف لأن أبو علي تروش والسمك كله حي فهذا التحدي عذري البالغ والله إني قطعت قيلولتكم وأزعجتكم أنا شوف هذه رافع حواجبها مستغرب الموضوع